نجم النادي الاهلي ونجم منتخب القومي كابتن عماد متعب، تقول ايه بعد اللقاء النهارده؟ مفيش، الف مبروك والحمد لله على 3 نقط، وان شاء الله المزيد من المكسب والتالق ان شاء الله. قول لي، كنت متوقع هدف النهارده؟ وهل لعيبه النادي الاهلي كانت محتاجه ان يعني الناس تضغط عليها والنتائج تضغط عليها عشان نشوف الاداء كويس ده مع النتيجه كويسه كمان؟ خالص، يمكن ما كانش، يمكن الماتش الاخير ما كانش فيه توفيق في الشوط الثاني، والحمد لله دي اللعيبه بتاعت النادي الاهلي واللعيبه على مستوى عالي، ان شاء الله ربنا يكرمهم الفتره الجايه. اخر سؤال ليا، رسالتك ايه لجمهور النادي الاهلي زي ما انت شايف بيجوا وراكم في كل حته؟ بشكركم طبعا على الـ على الـ على المجهود اللي انتم بتقوموا بيه معانا، وده جمهور النادي الاهلي ومش حاجه جديده عليهم.